ما نخدمش بيت موا خدمة ما نخدمش طب حاجة كيب. كانت ظاهرة جديدة في حياتي ملي ولا يعرفوني شوية الناس، اللي هي ظاهرة ديديكاس. وشنو هو ديديكاس؟ ديديكاس هو حاجة اوبليجي ديرها باش ما يقولوش عليك متكبر. لا بلو سيريزمون، ديديكاس هو شغل ترفد التليفون ويجي لك واحد يقول لك ديديكاس لوليد عمي، وليد عمو اسمه جلال، ترفد التليفون السلام عليكم ديديكاس لجلال. البروبليم تاعي انه درت بزاف صوالح في حياتي، تورني درت ستوري، جست تلفزيون، درت فوق خشبة المسرح، ما صارليش مشاكل بزاف، مي كي نجي ندير ديديكاس ما نعرفش نديرو. دوك نحط لكم اكزومبل، اكزومبل محاولة فاشلة باش ندير ديديكاس، فهمت؟ لا غالب لازم تدور لازم تبدا هكذا وما تكوبيها من بعد. الملك زكاي، عبد السلام زكاي، بون ديديكاس. عبد السلام حبيبي. ديديكاس عبد السلام زكاي. حبيبي. فرصك يا فو. خويا ماشي صاحبي. عبد السلام حبيبي زكاي العزيز. الزون. أنا عندي 180. انت شحال فيك صاحبي؟ 133 غير يزيد. سمعت لقيت فيك في 2018 صورت معايا اوتوريتي في 2021 مور 3 سنين مازالك تبعني ما كرهتش. السلام عليكم ليكيب، شراك راكم بيان. دوكا تلاقيت بواحد الانسان جات صور معايا وليك شو قد من ولا شو كيف ولا داير سيد كبر اهدر شو حبيبي. هذا تصور معايا في 2018 كاين الحق لي هنا كان شغل قدي في الدور كان